السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. معكم حنان فلوغ بفيديو جديد كما العادة. اليوم صراحة غادي نبدا معكم نهاري من الكوزينة. كأي بحال اي مرأة كتكون خدامة ونهار كتجلس من هنا لهنا والشقة، وراكم عارفين. مهم هنايا صراحة وجدت كانوا معايا خوتي في الدار، درت حدايا الغدا هو الاول كيطيب من بعد ما فطرنا، وديجا كنت غسلت الماعن، كنت كنوجد الفطور ويدي في الماعن ويدي في الفطور، وفحال هكا كاني درت في الغدا عاوتاني. يعني انا كنشقى وانا كنوجد الغدا باش نربح الوقت ونخلي لي واحد شويه ديال الوقت الانسان باش يرتاح. يعني نهار واحد في السيمانه راكم عارفين، يلاه يلاه الانسان كيجيب المعدل كيف كنقولوا. المهم هنايا كنت صافي وجدت كلشي، باش غير منين بغي نحط لهم الغدا نقلي الفريد ديالي. وكما كتشوفوا خملت الصاله، البيت الكلاس فين كنجلسوا. صراحه هزيت كلشي، مسحت الغبره وصيقت، راكم عارفين نهار اللي كتكون المراه سورتو المراه جالسه كيبان ليها ضروري تجبد ركانيها، ضروري تجمع دارها، ضروري تدور بالدار، باش عاوتاني ما كتبقاش ديك الروينه، ما كتبقاش ديك الغبره دايره في الدار. المهم هنايا خرجت لهادو السداد الكولوار، خديت الزيف ديال الغبره، داك الطرسون مسحت بيه الغبره، مسحت بيه الحوفه، من بعد عاوتاني مسحت هذا الآية قرآنية، مسحت الفازه، المهم مسحت كلشي. ما نقولش لكم السقف حتى هو درت جافير ثاني كروا، ضربت له فركه. المهم تخميلات ديال الغدا عيد. من بعد حيت التصبين ديالي من الماكينه، حتى هو خصني نشرو ضروري، يعني جمعت التصبين سيمانه وصافي، وحطينا اللي قسم الله تغدينا. المهم ما نقولش لكم صراحه غفلت واحد شويه على الفريت وكي ضحكوا عليا قال لي زعما عاونا عليك تغدينا صح حرقتي الفريت. ايوا المهم كيف ما العاده صافي الانسان منين كيسالي سالي تشقايا سالي كلشي، رديت كل حاجه بلاصتها. المهم خديت واحد الدوش باش انني نرتاح شويه نتكلم واحد شويه صافي. من بعد عاوتاني تكيت واحد شويه، المهم هذيك الغفله ديك الناس ديال الغفله، ونت نوجد لهم كاسكروت. صراحه البنات واحد الطريقه ديال الخبز ما عمركم باقين مازال غادي ترميوه. هنا خديت داك الخبز اللي كان بقى ليا في الغداء والفطور، ما بغيتش نضيعو، هو اللي غندير بهم الكوتي، ما درت لا كيك لا حتى شي حاجه، قلت لهم هذا ساهل حيت كان عندي التخمال. خديت داك الخبز كامل قطعته دي مورسو هكا مثلثين، وخديت هنايا جوج بيضات، وخديت فانيه وحده، خديت شويه قبيصه ديال الملح شويه غير باش كنقادو داك المذاق وصافي. وزدت عليها معلقه ديال سنيده، والحليب كنديرو على حساب الخليط. انا هنا داليا نص سيترو قلشي شويه، خدا لي هنايا هاد البيض وهاد الشيء هذا، هاد المقادير خداو لي نص سيترو ديال الحليب قل شي حاجه. المهم بقات لي في الكارطونه ديال الحليب شي حاجه، ولكن من بعد زدتها باش كملت اللي بقى ليا. المهم صراحه ما نقولش لكم البنات كيجي غزال والله العظيم، ما عمركم باقين مازال غادي ترميو الخبز. انا متيقنه ما غاديش تبقاو ترميو الخبز اللي كيبقى سوا بايت سوا ديال الصباح، المهم اللي كان يعني ما تبقاوش ترميو. يعني هاد القضيه هادي كيجي بهم غزال، حتى الدراري عجبهم زوين، تيجي مقرمل. يعني انا ما خليتوش يشرب الزيت. المهم انتم غادي تشوفوا معايا حتى الاخر باش ما نسطاش ليك وراسكم بالهضره بزاف. كما كتشوفوا خوتي هانتوما تيجي على هاد الطريقه هكذا. صراحه هنايا شويه تحمر ليا الخبز، ما هاد المره ما عرفت الفريت حرقتو ليهم، الخبز حرقتو، ولكن راه العيا وصافي في الاخير. المهم ما درنا كاسكروت معطلين وداكشي، المهم بقينا حتى شي 7:30 عاد خرجنا. قلت لهم يلا نخرجوا نضربوا دوره، مشينا شويه لاكوت، مشينا هذا ضربنا دويره، ديتهم للسونتر فيل. المهم ضحكنا شويه، فوجنا شويه بيناتنا، هذه اهم حاجه صراحه. وراكم عارفين الدراري الا بقاو النهار كامل في الدار
ما يعني غادي يقنطو وهذا والحفاضة وداكشي. قلت لهم صافي يلا نبدل الجو، نلبسو حويجاتهم وخرجنا بدلنا الجو. مهم خريجة خفيفة وصافي، خرجة ديال الزربة. مهم ما نطولش عليكم، هانتوما خليكم حتى الاخر ديال لا فيديو. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم باش ما نطولش عليكم بالهضره. دير دابا رشيد شاهد شاهد. انا ما شاهد شاهد رشيد. غتعوم في هذا البرد هكا تعوم؟ تعطيني 500 درهم. 500؟ لا انت ما معاكش، انت سكت نتايا. واش انت لامك عمتي حتى في الصيف قاد؟ عطيني 500 درهم دابا. شي انا دابا يلا سير سير يلا. ولا حيد حوايجك، غتحيد حوايجك. لا مالي انا يا شغلي تحدي وهذا. لا لبس حوايجك، لا لبس حوايجك، لبس حوايجك. خليها خليها. خاطره خاطره شي حاجه يدوب. 500 درهم تخسر اكثر منه. عوام عوام صافي عوام. واش يعوم صبر صبر، واش كيعوم حتى في الصيف بقى الشتا؟ بلاتي هني هني بلاتي. عطيني غير 200 درهم قلت لك 300 درهم. انت ما ندير لا ما لعبش لا ما لعبش معاك 200 درهم وما لعبش معاك. خوتي خواتاتي كيف ما كتشوفوا دخلت معايا العشاء. صراحه عيت مع النهار كامل. دخلت العشاء معايا من برا، خديت ليهم هنا تاكوس اللي بغى تاكوس، خديت بيتزا ثلاثة صراحه عاسر. وهذا الله يجعل البركه. ونتمنى لا فيديو يعجبكم خوتي. ما تنساوش خصكم حنان ملي لايك والبارطاج الى عجبكم لا فيديو. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامة ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو جاي. شكرا لكم بزاف.